يقول السائل: قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء الآية، ماذا يعنى بملامسة النساء ومن هن النساء في هذه الآية الكريمة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بملامسة النساء الجماع، فالله تعالى حيء يكني ولا يصرح، فالمقصود بالملامسة الجماع، وهذا قول أصحابنا الإباضية وهو قول الحنابلة الحنفية أيضا، ويقولون بأن المقصود بالملامسة ملامسة الجماع، فمعنى هذا أن الجماع هو الذي يوجب الغسل ويوجب إعادة الوضوء. أما لو مثلا لامس الرجل يد زوجته أو قبلها مثلا، فإن هذا لا ينقض وضوءه ما لم يخرج منه شيء. الشافعية يفسرون الملامسة بمطلق الملامسة على ظاهر الآية الكريمة، يقولون: أو لامستم النساء، هو الملامسة وليست هي كناية عن الجماع، ولذلك يقولون أن من يعني ملامسة المرأة من موجبات نواقض الوضوء عندهم، كما هو مشروح ومفصل في كتب التفسير وفي الكتب الفقهية، والعلم عند الله تعالى.